نشرة والأخبار، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. الجزائر تجدد مواقفها الثابتة والداعمة للخيارات السلمية بإفريقيا وترافع من أجل ضمان حضور إفريقي بمجلس الأمن لإسماع صوت القارة خلال افتتاح ندوة وهران رفيعة المستوى حول السلم والأمن بإفريقيا. الجزائر تحيي اليوم الدولي لذوي الهمم تحت شعار قيادة ومشاركة في عالم شامل للجميع ويمكن الوصول إليه. وفي النشرة رصد لقصص نجاح وتحدي رغم الإعاقة. تعزيزا للصحة الجوارية بولاية إنقزام، مؤسسة عمومية مختصة أو متخصصة في طب النساء والتوليد تساهم في الحد من عناء تنقل المرضى إلى الولايات المجاورة. أهلا بكم من جديد. المستهل بالنشاط البرلماني، حيث ترأس صباح اليوم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل اجتماعا لمكتب المجلس خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية خلال الفترة ما بين 7 و 9 ديسمبر الجاري، فضلا عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب. وبالمناسبة، أشاد مكتب مجلس الأمة بالديمقراطية الراقية التي اتسمت بها محليات 27 نوفمبر، مؤكدا أن الشعب الجزائري لطالما كان في جميع المواعيد الانتخابية سندا لدولته ودعامة لها، وبذلك يكون قد قطع آخر تذكرة في سبيل إتمام عملية البناء المؤسساتي في سياق تمتين وتقويم أركان الجزائر الجديدة التي التزم بتجسيدها رئيس الجمهورية. كما عبر جوجيل عن بالغ اعتزازه بما تحقق للدبلوماسية البرلمانية الجزائرية من نجاحات خلال الجمعية 43% للاتحاد البرلماني الدولي بإسبانيا هذا الأسبوع. هذا وتقرر استئناف الجلسات العلنية يوم الثلاثاء المقبل بتقديم ومناقشة مشروع قانون العقوبات، وكذا مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. وبعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، قرر مكتب مجلس الأمة إحالة 8 أسئلة شفوية وكتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة. كما أحاط مكتب مجلس الأمة بقائمة مشاريع القوانين المودعة على مستوى مجلس الأمة وعددها 4. برلمانيا دائما، استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي. الجلسة خصصت لطرح أسئلة شفوية على قطاعات الطاقة والمناجم، الثقافة والفنون، الصناعة، السكن والعمران والمدينة، الأشغال العمومية، وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة خلال انطلاق أشغال الندوة 8 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بمدينة وهران تحت عنوان أهمية أن تتحدث إفريقيا بصوت واحد في مجلس الأمن لتكون قادرة على التأثير. العمامرة دعا إلى تعزيز الجهود بين الدول الإفريقية والعمل على ضمان الدعم اللازم لإفريقيا في مجلس الأمن من أجل إعلاء صوتها والدفاع عن مصالحها والمساهمة بصفة فعالة في تقوية ميكانيزمات مكافحة الإرهاب لتحقيق الأمن والتنمية بالقارة. وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، أبلغ العمامرة المشاركين في الندوة تحيات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون. المزيد مع سفيان مقنين. الدفاع الفعال عن المواقف الإفريقية بشأن قضايا السلم والأمن وتعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية في مجلس الأمن وبقية أعضاء الاتحاد الإفريقي هي المحاور التي تتناولها الندوة 8 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، والتي أشرف على افتتاحها اليوم بوهران وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة. في أجواء تميزها صعوبات في قضايا السلم والأمن بالقارة، يجب أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورا أكبر في الوقاية وحل النزاعات. And I believe that the choice of the two first sessions
أعتقد أن اختيار محاور الملتقى كان أكثر من مناسب لتطوير سبل الحكام والسلم والأمن في إفريقيا لمواجهة التحديات المتزايدة التي تعيشها الدول الإفريقية هذه الأيام. نشكر جهود الجزائر في دعم المبادرات التنسيقية. هذا الملتقى يعقد في ظروف استثنائية تواكب التحاق دول إفريقية جديدة بعضوية مجلس الأمن، وهذا تحد كبير للدول الإفريقية. نطمح لتعزيز هذا التنسيق وجعله محطة ذات أهمية قصوى لطرح وجهات النظر الإفريقية أمام المؤسسات الدولية والحصول على دعم شركاء دوليين لنصرة قضايا القارة. تنظيم هذه الطبعة الثامنة بوهران يأتي امتدادا لطبعات سابقة بادرت الجزائر بتنظيمها منذ 2013 في إطار التزامها المتواصل بدعم عمل الاتحاد الإفريقي في مجلس السلم والأمن وتعزيز العمل الإفريقي الجماعي المشترك. قررت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك وحلفاؤها في إطار مجموعة أوبيك بلس مواصلة إمداد سوق النفط العالمية ب400 ألف برميل يوميا إضافية خلال جانفي المقبل وفقا لاتفاق التعاون التي وقعته المجموعة حسب ما أعلن عنه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب خلال اختتام أشغال الاجتماع 35 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري 23 لدول أوبيك والدول خارج أوبيك بالجزائر العاصمة. بعد دراستنا لكل التقارير اتضح وكذلك تقارير اللجنة التقنية لدراسة أسواق النفط العالمية على المدى القصير اتضح لنا أن السوق يعني أساسية السوق مرنة رغم أن ظهور المتحور الجديد كذلك بعض الإجراءات لوضع الكميات واستعمال كميات المخزون الاستراتيجي العالمي للنفط اتضح لنا أن السوق مرنة وأساسية السوق مرنة، فلهذا كان اتفاق على مواصلة تمديد السوق بكمية إضافية في شهر جانفي ب400 ألف برميل في اليوم. حصة الجزائر من هذه الزيادة هي 10,000 برميل باليوم لتصل 972 ألف برميل باليوم كإنتاج بالنسبة للجزائر. في التقارير كذلك لاحظنا بكل أريحية أن نسبة الموافقة على الإنتاج كانت 116% على كل البلدان الأوبيك وغير الأوبيك، وهذا كذلك يدعم كل الإجراءات التي نقوم بها. في الأخير قررنا أننا نبقى في مراقبة السوق وإذا اقتضى الأمر نتدخل في أي لحظة لكي نرجع للسوق توازنه، ونبقى دائما في مراقبة السوق في المونيتورينج اللي رانا نعمل فيه مع كل بلدان الأوبيك والأوبيك بلس لأجل موازنة السوق في النفطية إن شاء الله. على هامش الدورة الاستثنائية لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، استقبل اليوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس استقبل وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد الذي أكد دعم الجزائر للتفويض الشامل لمنظمة الصحة العالمية وأنها ستواصل العمل على تعزيز آليات الوقاية والاستعداد والاستجابة للاستعجالات الصحية. كما أبدى بن بوزيد خلال اللقاء استعداد الجزائر للعمل وفق تعليمات رئيس الجمهورية لتعزيز التعاون مع دول الساحل وتقديم كافة المهارات الجزائرية الممكنة من أجل تعزيز منظوماتها الصحية ومواجهة المخاطر والتحديات الراهنة بشكل موحد، مشيرا إلى ضرورة قيام منظمة الصحة العالمية بدعم الدول النامية في عملية التفاوض حول الصك الدولي المستقبلي المتعلق بالأوبئة.
على هامش مشاركته في القمة الدولية للمياه والتنمية المستدامة بالعاصمة المجرية بودابست، وفي إطار اللقاءات الثنائية التي يعقدها مع نظرائه، التقى وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني أمس رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم. الاجتماع تناول التجربة الجزائرية في مجال الري من خلال عرض السياسة المائية الوطنية وضرورة البحث عن السبل والإمكانيات للارتقاء بالتعاون الجزائري الفلسطيني وترقية الشراكة بين مؤسسات البلدين وتبادل الخبرات الوطنية في مجال البحث والتطوير. تحت شعار قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم شامل للجميع ويمكن الوصول إليه، تحيي الجزائر على غرار كل دول العالم اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق للثالث ديسمبر، مناسبة للتأكيد على الالتزام بحماية وترقية حقوق كل الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة والعمل على تحسين جهود إدماجهم في المجتمع. وبالمناسبة تم تنظيم عبر الوطن معارض لإبداعات جادت بها أنامل ذوي الهمم ونشاطات وعروض مسرحية، كما تم تكريم عدد من المشاركين منهم تشجيعا لهم على تحقيق المزيد من النجاحات والاندماج أكثر في المجتمع. وضمن جهود إدماج هذه الفئة في عالم الشغل ومن ولاية ورقلة، قصة نجاح أبو حفص زايدي الصحفي الذي التحق بمحطة ورقلة الجهوية للمؤسسة العمومية للتلفزيون العام 2020 واستطاع خلال فترة وجيزة أن يثبت جدارته في مهنة المتاعب رغم الإعاقة. هاجر بن كران. الصحفي زايدي أبو حفص البالغ من العمر 27 سنة شاء القدر أن يصاب في السنوات الأولى من عمره بإعاقة جسدية، لكنها لم تكن يوما عائقا أمام طموحه ليصنع بعقله وفكره قصة نجاح أو بالأحرى تفرد. صحفي في قسم الإنتاج محطة ورقلة الجهوية، التحقت بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري سنة 2020 منذ كنت أدرس في المدرسة الابتدائية، كنت أحلم أن أكون صحفي. أبو حفص زايدي وهو خريج قسم الإعلام بجامعة ورقلة تمكن بفضل قدراته وجديته وانضباطه في العمل من الحصول على مكانة مميزة في المحطة الجهوية للتلفزيون، وحظي بحب واحترام الجميع خاصة ممن عرفه عن قرب. أثبت قدرات وأفكار وشفناه يعني حق في الانضباط يعني في الحضور نتاعو، وشفناه يعني حتى في طريقة الاختيار المواضيع. أعتبره مكسبا للمحطة الجهوية للتلفزيون بورقلة، خصوصا انضمامه إلينا كصحفي هو متميز بذكائه. إنسان طموح جدي مثابر، دائما يحاول يوري يوصل معلومة بطريقة سهلة. قد تكون مقولة أن كل إنسان قادر على الإبداع والتميز صحيحة، لكن الأصح في رأي الآخرين أن الإبداع لن يظهر إلا في حال لقي الرعاية والبيئة المناسبتين لإظهاره. نظم اليوم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقاء تشاوري وتنسيقي بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ووزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد. اللقاء يهدف إلى إدراج إصلاحات عديدة في المنظومة التربوية ومراجعة البرامج الخاصة بمختلف الشعب والأطوار التعليمية لتحسين نوعية التمدرس. عزمنا على التجسيد الفعلي للنتائج التي خلصت إليها اجتماعات تنسيقية بين مختلف مصالح القطاعين، وذلك عن طريق إطلاق فعلي لعملية مراجعة عامة للبرامج الخاصة بالمدارس العليا للأساتذة بمختلف الشعب والأطوار، آخذين بعين الاعتبار دفتر الشروط الذي أعده قطاع التربية الوطنية. وفي انتظار المعالجة الجذرية لهذا الملف من خلال حزمة من التدابير التي ننوي اتخاذها، وعلى رأسها
تصور جديد لوزارة التربية الوطنية يتمثل في التكفل بالتكوين الأولي لأساتذة الدور الابتدائي على مستوى المعاهد التابعة لها. بعد أن تصبح مدارس عليا قمنا باعتماد تدابير استثنائية مؤقتة رأينا أنها كفيلة بضمان حق الفئة المعنية في التوظيف المباشر من جهة، ومن جهة أخرى تأطير مؤسساتنا التربوية بمورد بشري ذي كفاءة وتأهيل جيدين. أعلن اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عن نتائج الدورة الوطنية الأولى للتأهيل الجامعي الخاصة بترقية الأساتذة المحاضرين، والتي حددت شروطها بمبدأ التقدم العلمي للأستاذ الباحث والباحث الدائم من خلال نشاطاته البحثية والبيداغوجية. هذه مرحلة جديدة تدخل في تجسيد الرقمنة في قطاع التعليم العالي، لأن كل ملفات مرت عن طريق الرقمنة ومرت عن طريق منصة مخصصة للأساتذة، وهذا يدخل في إطار الشفافية، تجسيد الشفافية في هذا الإطار، وخاصة تعزيز الرؤية الاستشرافية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. شدد وزير النقل عيسى بكاي خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية وهران على ضرورة تسليم مشروع توسعة المطار الدولي أحمد بن بلة في أقرب الآجال من خلال الرفع من وتيرة الأشغال. محمد سلمي. بخطة مدروسة ووتيرة متسارعة يتم وضع الرتوشات الأخيرة لاستكمال المشروع الخاص بتوسعة المطار الدولي أحمد بن بلة بوهران. شركة قشيدة والعمال كامل قاموا برفع وتيرة التسيير، الحمد لله هناك فرق، درنا لي فو بلافون، رانا في البونساج تاع لو ماربر، ورانا شعلنا الضوء، ورانا نديرو في لي زيسي تاع لي زيسكالاتور لي زاسونسور. تدابير أسدتها الوزارة الوصية الخاصة باحترام أجل الإنجاز لتسليمه في التاريخ المحدد وتحقيق الأهداف المسطرة. اليوم أعتقد أن هناك فارقا موجود، الفرق والأشغال، تطور الأشغال وإنجاز الأشغال يعني يبدو جليا، وهناك تقدم كبير. وكي شفت التقرير تاع هذا الإنجاز عندهم 26 حصة، فيهم 23 حصة كلها ستكتمل في شهر ديسمبر، هناك 3 حصص ونسبة الإنجاز فيهم تتراوح بين 75-90-95، معناها حتى هذا الشيء اللي راهم يقولوا يكمل في جانفي قادرين بعون الله وبعون الرجال يكملوه قبل الأجل، وكل شيء يكمل في ديسمبر. تجدر الإشارة إلى أن نسبة المشروع قدرت ب 95%، وهي نسبة يعول عليها لتسليم المشروع آخر السنة. في الانشغال الصحي، تعززت ولاية عين جزام بمؤسسة عمومية للصحة الجوارية متخصصة في طب النساء والتوليد، وهي المنشأة الوحيدة في انتظار تدعيمها بالتجهيزات اللازمة للتكفل الأمثل بالمرضى. فاطمة الزهراء بن فرجلة. رغم نقص الإمكانات تقوم القابلة سوين مينوال بعملها، وكلها حرص على تقديم العلاج للنساء اللواتي ما زلنا ينتظرنا استفادة العيادة المتعددة الخدمات بعين قزام من مختصين في مجال أمراض النساء والتوليد. حرنا نعانوا ياسر من مشكل نقص نتاع القابلات، وقلنا ماذا بينا تجيبوا لنا جينيك وياك. خاصنا أول شيء جينوكولوك، أول حاجة جينوكولوك، على الأقل نتخطاو الخطر نتاع موت الأم والجنين. خطرات في الشهر بالك نلحقوا 45-46 فاكياسيوم مع الطريق مكسر كامل، خطرات يلحقوا للحالات، خطرات ما يلحقوش قاع يتوفاو لنا في الطريق. للقضاء على الأمراض المتنقلة بولاية عين قزام الحدودية يوفر هذا المخبر التحاليل اللازمة، بما في ذلك تحاليل كوفيد-19. وأمام الجهود الجبارة لهذه الطواقم الطبية يبقى تحسين ظروف العمل مطلبا ضروريا. هو لازم مخبر، لازم يكون قاعة استقبال وقاعة كشف الدم وقاعة لعمل التحاليل، احنا في قاعة واحدة نخدمه كل شيء، وهذه الظروف ما تساعدش لا مخباري وما تساعدش حتى المواطنين المرضى. والحمد لله يا رب العالمين، الطب وليزانفيرميري اللي راهم هنا قائمين بالواجب نتاعهم، وشنو خصنا زياده وخصنا ثاني سبيطار الاخر باش ينقص لنا فيها الصوالح.
وفي انتظار الانتهاء من مشروع إنجاز هذا المستشفى، يبقى قطاع الصحة بولاية عين قزام بحاجة إلى توفير الأطقم الطبية المختصة والشبه الطبيين، بالإضافة إلى العدد الطبي كالأشعة لتفادي تنقل المرضى إلى الولايات المجاورة. سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات، فيما تماثل 151 مريضا للشفاء حسب وزارة الصحة. في أحوال الطقس، يترقب الديوان الوطني للأرصاد الجوية سقوط ثلوج ابتداء من مساء اليوم على مرتفعات عدد من ولايات وسط وغرب وشرق البلاد، والتي يتراوح علوها بين 900 و1000 متر. وأوضح الديوان في نشرية خاصة من المستوى البرتقالي أن التقلبات تستمر من مساء اليوم على الساعة 6 إلى 6 من صباح يوم غد، حيث سيبلغ سمك الثلوج ما بين 5 و10 سنتيمترات على عدد من المرتفعات التي تبلغ 900 متر على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، نعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيرت وتيسمسيلت. كما سيبلغ سمك الثلوج ما بين 10 إلى 15 سنتيمترا بولاية المدية، البوليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، برج بعريريج، سطيف، باتنا، خنشلة وتبسة، وهذا ابتداء من ليلة اليوم على الساعة 9 ليلا إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 3 بعد الزوال. كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بن مهدي اليوم بدار الإمام بالعاصمة أنه سيتم قريبا الإمضاء على قرار وزاري مشترك لتحديد وتعيين المناصب العليا لمنتسبي القطاع من خلال منصب إمام مفتن. وأوضح الوزير بأن الجزائر تحصي حاليا 65 إماما مفتيا موزعين عبر كامل التراب الوطني، من بينهم 7 أئمة على مستوى جامع الجزائر. التقت هذه الكوكبة من العلماء أولا لكي ندرس حصيلة ما أنجزت هذه اللجنة الوزارية للفتوى من أعمال وأعباء كبيرة خلال الجائحة، وما هي الآثار الإيجابية التي اطلع بها هذا المجلس المبارك العلمي، والآثار التي تركها في المجتمع الجزائري، حتى أصبح الجزائريون ينتظرون بيانات لجنة الفتوى. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاد فايت من إيقاف مجموعة إجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار منظم. أفضت العملية إلى حجز 1 كيلوغرام و 130 غرام من المخدرات خارب هندي، 2279 قرص من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي مقدر ب 140,230 دينار جزائري، 6 هواتف نقالة، شريطين لاصقين، سلاحين أبيضين. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام سيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا. أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن استقواء المغرب بالكيان الصهيوني لتهديد الجزائر خطيئة يجب محاسبة المسؤولين عنها، داعيا السلطات المغربية لتدارك الأمر قبل فوات الأوان، مضيفا أن هذه الخطوة عمل وتوجه مدان يفتقد للعمل وعواقبه وخيمة على المغرب وعلى المنطقة كلها. إلى ذلك، أدانت مجموعة مغربيات ضد الاعتقال السياسي اليوم بأشد العبارات الاعتقال الظالم الذي تعرضت له المناضلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد، مؤكدة أن سلسلة الاعتقالات التي تطال الناشطين والحقوقيين تندرج ضمن سياسة الترهيب والتخويف لثني المواطنين عن النضال ضد السياسات المخزنية المفقرة. هذا ولم يعد التحالف المغربي الصهيوني تحالف حماية أمنية فقط، بل تعداه إلى الشروع في طمس الهوية الدينية وحتى العادات والتقاليد الاجتماعية للشعب المغربي. وهذا ما يظهره حفل رسمي أقيم خلال الزيارة الأخيرة لوزير دفاع الكيان للمغرب، حينما رقص على أنغام وطقوس حفل الميمونة الذي يحتفل به اليهود يوما بعد عيد الفصح.
يأتي هذا في وقت تدعي سلطات المخزن بأنها ستكون حامية للشعب الفلسطيني من خلال تحالفها مع بني صهيون، لكن في الواقع يمجد ويحتفل ويرقص قادة العدوان الصهيوني على أشلاء شهداء غزة الذين يتساقطون يوميا تحت نيران العدو في فلسطين، ويتم الاحتفال بذلك في الرباط تحت أعين الشعب المغربي في واحدة من أكبر حملات الإذلال والإخضاع والاستعباد لشعب يصيح بملء فيه إننا ضد التطبيع. ونختم بالسياحة الصحراوية. منطقة الجور ببلدية بريزينا بولاية البيض موقع سياحي بامتياز جعل توافد الزوار يتزايد على المنطقة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة. عبد الوهاب حيدبي. هنا واحة بريزينا بولاية البيض، فهذا المارد العملاق الأخضر كان ولا زال شاهدا على أصالة وكرم أهل المنطقة، وهذا بشهادة كل من التقيناهم من شباب وشابات جاءوا من مختلف ربوع الوطن للاستمتاع بسحر وجمال المكان واكتشاف معالمه السياحية. سياحة اليوم رانا متواجدين في واحة بريزينا من أجمل الواحات في الجزائر. السياحة الداخلية لازم نروجوها ونشوفها الموند بكل. توقعت أن تكون جميلة لكن وجدتها أكثر مما أتوقع، أجمل مما كنت أتوقع. وجدت بريزينا منطقة جميلة وسياحية بامتياز وشعبها مضياف. غادرنا المكان نحو وجهة أخرى لا تقل جمالا عن سابقتها، إنها منطقة الجور الجبلية والتي أبدع فيها الخالق لينعم بها المخلوق، لتأتي عادات وعفوية وكرم أهل المنطقة لتكسر هدوءها فتجعل من نهارها ليلا السمر فيه لا يكتمل الا برشفه كوب من الشاي. داير سبيسيال فور مو سي لارجي فيرسيون تاع اريزونا في الجزائر. انا نكلاسي هذه منطقه الجول بريزينا من احسن كوشي صولاي. سا دون انفي باش تكون هنا شاك بالك شاك ويكان، تريح من هذاك الحس، تريح من هذاك من المدينه من الخدمه من كلش. عدد السواح في العطل اللي يكون متزايد، الاعياد الدينيه والاعياد الوطنيه، ونهاية كل أسبوع من 50 حتى 250 حتى 300 واحد. بين من يمتطي الجمل ليتمتع بسحر جمالها ومن يتأمل المكان ليغوص في عمقها، يأخذك الهدوء والسكينة لتسبح في قصة منطقة بحق هي فاتنة الزوار. بقي الآن أن نذكر بالعناوين. الجزائر تجدد مواقفها الثابتة والداعمة للخيارات السلمية بإفريقيا وترافع من أجل ضمان حضور إفريقي بمجلس الأمن لإسماع صوت القارة خلال افتتاح ندوة وهران رفيعة المستوى حول السلم والأمن بإفريقيا. الجزائر تحيي اليوم الدولي لذوي الهمم تحت شعار قيادة ومشاركة في عالم شامل للجميع ويمكن الوصول إليه، وكان لنا في النشرة رصدا لقصص نجاح وتحد رغم الإعاقة. وتابعنا أيضا وتعزيزا للساحة الجوارية بولاية إنجزام مؤسسة عمومية متخصصة في طب النساء والتوليد تساهم في الحد من عناء تنقل المرضى إلى الولايات المجاورة. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.